يعني أنا طلابي هلأ عم بدي أعطيهم هاي الأشياء اللي هي الجندر إينيكواليتي إندكس، شوفوا أحلاها كيف مقسمة على قطاعياً وعلى شكل سيركلز، بحيث إنها تعطيني كل وحدة لون إيش ترمز لإيش، وبتقسمهم قطاعياً هاي الأرقام اللي بتدل مين اللي هاي، مين عالي، مين وسط، مين متوسط، مين very عرفتوا كيف، مؤشرات رقمية. وبالتالي هنا بتفرجيني إنه الهيومن ديفلوبمنت من منظور التنمية البشرية إنه التقدم الحقيقي the true progress can be achieved only by ensuring يعني تنمية بشرية حقيقية ما بتتم إلا من خلال ensuring the quality، نأكد على النوعية والتعليم education على النوعية في إيش يعني إنه نأكد على جودة النوعية في كل من الإدوكيشن التعليم في الهيلث الصحة وكل ما عدا ذلك أو يتبع ذلك. معناها إنه أنا بدي أركز كل التنمية البشرية عشان إحنا نصير مجتمعات متقدمة، كل دول متقدمة ترتفع معدلات التنمية البشرية عنا، لازم نركز على هدول المحورين الأساسيين في الكواليتي في النوعية اللي هن الهيلث الصحة والتعليم. عشان هيك هلا معظم المنح والدعم اللي احنا عم نطلبه كدول نامية كلها بتلاقيه بموضوع الصحة والتعليم. هلا هذا